صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 72 لسنه 2023 بتعيين امين عام مساعد في الامانه العامه لمجلس التعليم العالي وذلك بناء على عرض وزير التربيه والتعليم وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه تعين دكتوره فرزانه عبد الله عبد الرحيم البراقي امينا عاما مساعدا في الامانه العامه لمجلس التعليم العالي بدرجه وكيل مساعد